ده أحسن طباخ في باريس. أيوة أنت ما سمعتش غلط، ده الفار ريمي العجيب. ريمي وصحابه حافظوا على قوة طعام المطعم ده، مهما كان البشر مهرة في الطبخ برضه مش هيقدروا يهزموا فن الفار ده في الطبخ. بس قبل كام شهر كان الفيران دول عايشين في الضواحي والأرياف، وكانوا عايشين على أكل الزبالة، لأنه ريمي محقق سموم فمناخيره حساسة جدا، بيقدر يعرف أي حاجة من ريحتها بالظبط، فبكده البشر مش بتقدر تقتل الفيران دي. بس ريمي له حلم برضه، عمره ما أكل زبالة قبل كده، فكان كل يوم يدخل بيوت البشر وياكل فاكهة، حتى إنه كمان كان بيخزن أكل وهو ماشي. أخوه في يوم قرر إنه يسأله أخيرا وما يسكتش، أنت ليه بتمشي على رجلين بس؟ ما بتتعبش؟ قال له دي اسمها صحة البشر، هو أنت بتفهم حاجة؟ بص لنفسكوا كل يوم بتاكل ولا بتغسلوا رجليكوا حتى، والأكل بيتملي بريحة رجليكوا، ياه التفكير بس بيقلب بطني. لو اتكلمنا هو ريمي بيفكر كده ليه؟ هقولك إنه السبب هو الطاهي جوز، ومن ساعة ما سمع الطاهي بيقول الطبخ مش صعب نهائي، أي حد ممكن يعمل أكلة حلوة، بلاش تبعد عن اللي بتحبه عشان شايفه صعب. ومن هنا وريمي أغرم بالطبخ وما راحش أي حتة، غير إنه أخد أخوه لمكان بيطلع دخان عشان ياكلوا فطير مشوي. الجو هيمطر، يا نهار أبيض، مش هو ده الفار المشوي من الأسطورة؟ لو في كمون كمان هيبقى أحلى. لما راحوا المطبخ وبصوا على وصفات الأكل، لقى في خبير طلع وأنكر فكرة إن أي حد ممكن يطبخ حلو، فنزلت درجة الطباخ. الطباخ اكتئب بسبب ده ومات. ريمي ما بقاش مصدق موته. ريمي زعل جدا فجاء قدام التلفزيون، بس جت سيدة المنزل وقفلته. السيدة دي كانت عنيفة جدا، ضربت نار، حتى إنها ما اهتمتش بدمار بيتها وما صابتهوش برضه، إنما وقعت السقف كمان. حياة الفيران اللي عاشوا هنا لسنين اتدمرت. الفيران قررت تهرب بسرعة، بس ريمي سرق كتاب الطبخ ومشي تحت المطر وملحقش القارب، والجدة بتضرب عليه نار، فتاه عن صحابه وفضل مستنيهم لوحده. ريمي خلص قراءة الكتاب، القراءة جوعته طبعا، فطلع على ماسورة وفضل يجري من كلبه، واخيرا وصل للسقف واكتشف انه اخيرا وصل لمكان احلامه باريس. لا ومطعم الطباخ جنبه كمان، فدخل المطعم بسرعة. لا وتخيل انه بيتكلم مع روح الطباخ، وفي الوقت ده كان موجود عامل اكرت اسمه الفريدو وعمال يطبخ. لما شاف المنظر ده اتحمس قوي فوقع، طالما غلطت يبقى خلاص بقى، حط بهارات واكل في الحلة عشان ينقذ الطبخة. بس لما حط اخر حاجة في الحلة الفريدو شافه ولسه ما فهموش حاجة، وجي مدير المطعم جلاس، كان مفكر ان الفريدو بيعرف يطبخ فبدأ يزعق له، وفي الوقت نفسه النادل كان خد الاكل ونزله. الكل قال ان المطعم راح في داهية. الشوربة نزلت لناقدة طعام الغريب، انها قالت انها حلوة جدا. جلاس استغرب جدا، كان غيران من مهارته جدا وبدأ يهدده، وريمي بيستغل الفرصة هنا عشان يهرب. فار الفريدو حبسه في علبة وهربه من الموت، المدير قال له خرجه نقتله، بس هو الفريدو هيقدر يقتله؟ قرر انه ياخد ريمي معاه عشان يقدر يكسب فلوس، وقال له يساعده في عمل الشوربة بعد كده، على الرغم ان الغرفة بتاعته صغيرة جدا بس المنظر منها حلو جدا. ريمي نام، بس لما الفريدو صحي تاني يوم ملقاش الفار. انا حمار فعلا، ازاي اثق في فار؟ وعمال ينتقد في نفسه، ولما لف لقى ان الفار بيطبخ الفطار، حد يصدق الكلام ده؟ عموما الفريدو كان مبسوط جدا، ومن ساعتها وهو بيخبي ريمي في قبعته دايما وهو شغال، والفار قدر يتحكم في جسم الفريدو عن طريق شعره، وبالتدريب على الطريقة دي كملوا طريقهم للنجاح. على الاقل بقى ليهم مكان هنا. بس في الوقت ده الزباين بدأت تشتكي انه من ساعة موت الطباخ ومفيش اي طبخات جديدة غير الشوربة بتاعت الفريدو. الزباين طلبت من رئيس المطعم اكلات جديدة، المشكلة دي صعبة وجلاس مش هيقدر يعمل اكلات جديدة، فطلب من الفريدو انه يعمل اكلة معينة من كتاب الطباخ. الطلب ده رعب الفريدو جدا، بس ريمي كان متحمس جدا واخيرا لقى فرصة يثبت نفسه فيها، وبدأ يتحكم في الفريدو ويطبخ وبهدل المطبخ كمان. بس الطبخة الجديدة اتعملت بسلاسة خالص، ومش كده وبس، لا زود كمان حاجات على الطبخة بنفسه. واول ما الطبخة اتحطت للزباين، الزباين كلها اتبسطت جدا، وفي لحظة المطعم كله بدأ يطلب أكلات جديدة، ودي كانت أول مرة من ساعة وفاة الطباخ يجتمع الطباخون ويحتفلوا. بس جلاس بدأ ياخد باله من الفار على دماغه، بس ألفريدو خبى الفار صدفة قبل ما يكشفه وسابه يتمتع وياكل ويرتاح، وده أدى لفشل خطة جلاس، فقال إنه شاف غلط، فعزم ألفريدو على كاس. وفي نفس الوقت ألفريدو لقى أخوه تايه عنه، ريمي راح يقابل أبوه مع أخوه، حتى إنهم عملوا له حفل ترحيب من الفرح. بس لما الأب يعرف إنه عايش مع البشر، أخد ابنه لمكان متخصص في صيد الفيران، ومن هنا شاف
عدد الفئران الميتة من البشر. الأب قال له البشر والفئران دايما أعداء، وهو ده اللي بيحصل ما بيننا من آلاف السنين. الفار بيموت لمجرد تقربه من البشر بس، على الرغم ان ريمي يخاف، بس هو برضو عايز يلحق ويحقق حلمه كطباخ. مش كده وبس، حتى انه حاول يسلم على بشر هاي. في الوقت ده الفريدو كان مستقر جدا في شغله، حتى انه بقى حبيب جنين كمان، وبدأ يتجاهل ريمي، حتى انه دخل ريمي في موقف صعب واثبت له نظرية ان البشر بتضرب الفئران. فار كان بيفكر دايما ازاي يعمل اكل حلو للبشر، بس كل ما البشر يشوفوه بيفكروا في ازاي يقتلوه. بس ريمي احبط تماما، بس ما استسلمش برضه، ولسه واصل المطعم وقابل اخوه وصحابه. دخل مكتب المدير عشان يضايفهم، عشان يسرق مفتاح الخزن. ومن سجلات موت الطباخ ريمي اكتشف سر رهيب. طلع ان الفريدو هو ابن الطباخ، والوصية بتقول لو ابن صاحب المطعم ما ظهرش يبقى المطعم ملك لجلاس. وريمي بيفكر المفروض يعمل ايه. جلاس جه فجأة، ريمي مسك المستندات وهرب، بس جلاس لحقه بالموتوسيكل. شكل الوضع مؤلم، ريمي هرب منه بسبب ذكائه وصغر جسمه، وادى الوصية لألفريدو. ألفريدو بقى مدير وصاحب المطعم من ساعتها. مش بس اشترى بيت كبير، لا كمان بقى شخصية مشهورة جدا في باريس، ودايما الصحافة بتجيله وبيحكي عن طبخاته. بس طبخاته كمان نالت انتباه خبير تذوق كبير، عايزين نعرف ان الخبير ده قتل الطباخ اصلا، وقال انه ماسك من الصدمة وبقى هو الملك. امهر طباخ من بعده فجأة جه المحطة وقال انه هيزور الفريدو بكرة، وده خوفهم جدا. بس غرور الفريدو خلى ريمي يتضايق، بس الفريدو مش بس ما حسش بغلطه واعترف، انما رمى ريمي بره عشان يفكر في نفسه كويس. وجلاس شاف كل اللي حصل ده فبدأ خطة انتقامه بقى. اتصل بقطاع الصحة وقال لهم ان مطعمه في فار، وبعدها فكر انه يسرق ريمي. في يوم ريمي فتح باب المخزن عشان يأكل صحابه، وفي الوقت ده الفريدو دخل. وفي اللحظة الفريدو نسي كل اللي ريمي عمله عشانه، وحس انه فار زي اي فار مقرف بياكل اكلهم، وطرده من المطعم وقال له المره الجايه هقتلك. تم التخلي عن ريمي بالطريقه دي من البشر، بس ده خلى جلاس يبقى عنده الفرصه انه ينتقم. حبسه في قفص لانه كان عايز ينقذ اخوه، واترمى في العربيه. لحسن الحظ الاب جه في الوقت المناسب، استغلوا التمثال وكسروا الدبه وانقذوه. وخبير التذوق وصل المطعم بالليل، بس الفريدو قال لهم انه مش بيعرف يطبخ اصلا، والطباخين ما بقوش عارفين يعملوا ايه. وفي الوقت ده ريمي التايه رجع تاني، الطباخين اخدوا السكاكين، بس الفريدو وقفهم واعترف ان ريمي هو الطباخ الحقيقي. الكلام ده جننهم، مش بتعرف تطبخ ماشي، انما شايل فار مقرف، انت مش بتهنهم كده. الطباخين احبطوا منه فمشيوا. الفريدو قفل على نفسه المكتب، بس ريمي ما استسلمش، قرر انه يتولى المطبخ مع صحابه. وهم بيفكروا في خطه جه مفتش الصحه، مفيش وقت للتبرير. الاب اخذهم للمطبخ وقفلوا على مفتش الصحه كمان، وبعد ما ريمي عقمهم بدا يرشدهم يطبخوا ازاي عشان يجهزوا الاكل والبهارات والصوص والفرن، حتى اللحمه قطعوها. الفريدو اتشجع منهم وطلع في الصاله وبقى المضيف. حبيبته رجعت تاني تساعده، لما شافت المطعم مليان فئران صدقت كلام الفريدو فعلا اللي متخيلتهوش، هي الاكله اللي ريمي مجهزها للخبير انطون. طلعت اكله عاديه في اي بيت، بس بطعم تاني خالص. اول ما انطون دقها رجع لسعاده الطفوله تاني، الطعم اللي مفيش غير الام بتقدر تطبخه. الطعم اللي انطون نسيه ده كان شويه وهياكل الطبق. انطون فضل مستني كل الزباين عشان يعبر عن حبه للاكل الالفريدو، ما كانش مصدق في الاول، حتى انه فكر ان الفريدو بيهينه، بس لما وراه بيطبخ ازاي بدا يصدق. في اليوم ده كتب اخر تقييم ليه، كان بيوصي بشده ان الناس تروح تاكل هناك، بس كان مصدوم من ظهور ريمي برضه. دلوقتي اخيرا فهم جمله الطاهي ان اي حد ممكن يعمل اكل حلو، بس مش الكل يقدر يكون فنان في طبخه، والطاهي الفنان ممكن يجي من اي مكان. وما عداش كتير والمطعم اتقفل بسبب وجود فئران، وانطون خسر اهليته كمقيم بسبب ده، وبعد عن شغله كناقد لكسب المال، واشترى مطعم جديد والطبخ بتاعه هو ريمي. وكل يوم في باريس تلاقي الزباين مزاحمين عنده عشان ياكلوا اكل مطعم الفئران.